الله يبارك فيك. الله بارك الله فيك. غادي نحتاجوا المسطره ديال الحليب. نعم. معها جوج معالق ديال النشا وبها معلقه ونص باش ما يجيش عقد بزاف. المهم اللي بغى عقد بزاف يدير جوج معالق. وعندنا جوج معالق ديال الشكلاط غبره. جوج معالق ديال الكاكاو، باش يجي فيها كحل. نعم. وسكر على حسب الذوق، على حسب الذوق ديال السيده. اذا سنيده على حسب كل وحده وشنو كتبغي. فوالا على حسب الذوق ديال كل سيده. الوغ كنديروا الحليب في البنيه كيبدا تيسخن. يعني قبل ما يسخن كنديروا دوك النشا كنخلطوها مزيان باش كيتحيدوا دوك الحبيبات ديال النشا. اذا قبل ما تشعل عليه كتخلط معاه النشا. فوالا وكنشعلوا عليه وكنبقاو نخلطوا، يعني ما كنحبسوش من التخلاط. باش ما كيلصقش. الوغ كنزيدوا عليه ملي كنبداو الحراره كنزيدوا قبل ما يبدا تيتجمع كنزيدوا الكاكاو، ما حدو باقي الحليب جاري كنزيدوا الكاكاو والسكر وكنبداو نخلطوا. يعني انت كتخلطي وانت كتزيدي هذاك الكاكاو ومن بعد الشكلاط. فوالا الكاكاو سنيده فوالا وكتبدا يتخلطوا حتى كتحسي به صافي عقد، يعني كتولي تهزي في المعلقه ديال الخشب كيهبط ثقيل. ايوه. انا غنمي كتصفي عليه كديروه في الكويسات هكا ديال التقديم. صافي كتخليه في الثلاجه حتى كيتجمع. عجبتني. وتنقول لك يعني حسن من ديال الحانوت بصراحه، يعني حنا اختي عزيزه لا ماكلة الزنقه ولكن كنستعملها هذا كيعجبها بزاف. تبارك الله عليك، وانا كنشكرك كثير على الاتصال ديالك وعلى المشاركه ديالك معنا هذا الصباح. وعدتك حنايا غادي نهديو طبعا تحيه وغادي نهديو لكم اغنيه ديال الفنان فضل شاكر، نهديوها لك ولصحاباتك فاطمه الزهراء ونعيمه اللي ولاو اليوم تا هما صحاباتي. بارك الله فيك على اللسان، ربي يخليك. يلا تهلا فراس.